من قيمة 5 سنين، فقبل العيد بيوم كده، ف بشرب سجارة فاضية عادي بعد الأكل، كان على الفجر كده، فكتمت على نفسي كانت هتموتني. فروحت عملت تحاليل قالوا لي عندك ميكروب حلزوني، ففضلت اخد العلاج من ميكروب الحلزوني، وصل للثانية 10 لأعلى ميكروب، ما عرفتش بقى انا ايه، خف شوية بعديها، رحت واكل لقمة، يعني كنت رايح جعان وعند بنت عمي، فجايبة شندوتشات من الصبح، فأكلت لقمة فزاد عليا الموضوع وده أجمد، فروحت راح معلق لي محلول فكلي بطني شوية. كل ده أنا معرفش أي حاجة، تعبت ولفيت على الدكاترة كلها، محدش عارف يطلع ايه اللي عندي.